أخبار اليوم. كريم قاسم، بنرحب بيك في العرض الخاص لفيلم قدرات غير عادية. كنا عايزين نعرف متوقع ازاي الفيلم وانت جاي تبركلوم اصلا، فمتوقع ازاي الفيلم هيكون حالة عامة؟ بص، انا مش عايز اقول اتوقع، انا جاي اتفرج على الفيلم، انا جاي اعيش التجربه، وجاي طبعا ابارك للاستاذ داوود والناس اللي شغاله في العمل يعني. بس كريم، في اعمال جديده داخلها في قريب؟ في حاجه لسه مخلصها، فيلم كدبه كل يوم، اخراج استاذ خالد حلفاوي وبطوله عمرو يوسف ومحمد ممدوح ودينا الشربيني ودره واستاذ فاروق الفشاوي. ده فيلم رومانتك كوميدي، احنا ثلاثة كابلز في اعمار مختلفة وفي مراحل مختلفة من حياتهم، وبس يعني هو فيلم رومانتك كوميدي. لكن مفيش حاجة دراما قريب؟ كانت للرمضان لسه، كله كلام، مفيش حاجة اكيد.